ليس لديك مدرسة اليوم تيتا؟ لا، اليوم سأخرج مع جدتي للتبضع، لكن أردت أن أكلمك. هل من مشكلة؟ لا لا، إنه شيء لم أخبرك به عن أبي وأمي. أسمعك حبيبتي. قلت لك سيتزوجان وطلبا مني أن أسافر معهما. أنت وحدك حبيبتي قادرة على اتخاذ هذا القرار، فهما والداك الحقيقيان ونحن ابنتي. أمي، هل تفكران قانونيا أن تفعلا شيئا كي لا أبقى ابنتكما؟ إليزا ليست سوى هستيرية. هي تتعذب كثيرا سيدتي. تتعذب؟ لا تقولي لي هذا، لديها كل شيء في الحياة. اليوم استفاقت محبطة من دون قدرة ولا حتى رغبة في أن تنهض من السرير. وماذا أفعل لها؟ أظن أنه من الضروري أن يعينها طبيب. مجرد تفاهات، لا سيما شخص يقول لها إنها ستخضع لعملية ذات يوم وإنها ستمشي. اسمع إسبرانزا، عندما أجد أنا ذلك مناسبا سأخذها إلى دكتور. الآن لا فائدة، أما في هذا الوقت لن أقوم مطلقا بأي شيء، أمفهوم؟ لكن لدي أشغال أقوم بها ولا وقت عندي أضيعه عليها. ماذا يرضيك؟ أن أبقى ابنتكما دائما. حقا تيتا؟ حقا أمي. أي تيتا ابنتي، لكن فيرونيكا وكليمنتي أيضا لديهما حقوق. أنا سأحبهما لأنني أعرف أنهما والداي، لكن ليس مثلكما. الحبيب، مهما حصل من أمر سأعيش دائما معكما، قلت لهما ذلك. لا أريد أن أصبح ماريا دي لوس أنجلس روبلس ديل كاستيو، أنا أريد أن أبقى ماريا دي لوس أنجلس دي لا فيغا إرنانديز. تيتا ابنتي تيتا، لا تعلمين كم تسعدينني في هذه الأوقات، لأنني أشعر بالإحباط. أتألم على فيرونيكا وكليمانتي، لكن نحن أيضا لا يمكننا أن نعيش إن تركتنا ابنتي، فنحن نحبك. لنذهب ونرى جدك وأباك. لا جدتي، الأفضل أن نأكل شيئا أولا في الكافيتيريا، أنا أتدور جوعا. حسنا لا بأس، إلى الكافيتيريا. بمن تحدقين هكذا؟ بهذه المرأة التي تدخل بناية جدي؟ نعم تيتا. أتعرفينها؟ أظن أنني أعرفها، وجهها يبدو لي مألوفا. هو مشغول جدا سيدتي. لا يمكنك أن تدخلي. لويس فرناندو لا يريد استقبالي. لم أقل هذا سيدتي. أدخلي وقولي له أن يستقبلني، فأنا لن أرحل من هنا قبل رؤيته. ماذا تنتظرين؟ سيدي، جاءت السيدة ثريا مونتينيغرو. مجددا، أوامري محددة بخصوص هذا الموضوع روبرتا. نعم أستاذ، لكن السيدة لا تصغي للمنطق، تقول لن ترحل قبل أن تراك. ماذا أقول لها؟ فلتدخل. يمكنك أن تدخلي. مرحبا. ماذا تريدين؟ حسبتني لن أرجع؟ نعم. زوجتك لا تريد؟ ولا أنا أيضا. يصعب عليكم العفو. ليس هذا ثريا، افهمي، حصلت أشياء كثيرة سببت لنا الأذى. وحده الوقت كثير بإثبات أنني قد تغيرت نحوك. سوف أجلس الآن لو سمحت. لم آتي لأرجوك، فقط أتيت إليك أستشيرك في موضوع.
نعم ثريا تفضلي. مضى زمن على غيابي عن مكسيكو ولا معارف لدي. أولا تعرف بعض المحامين؟ نعم ثريا. أريد أن أطلب منك، لديك سجائر؟ نسيت سجائري في السيارة. كم يسرني أن ألمس بشرتك من جديد لويس فرناندو، تماما كما كان يحصل عندما كنا في الماضي نتبادل الحب. ألا تشعر بشيء؟ أي استشارة تريدين مني؟ ثمة مواقف ولا مفر منها، وهذه إحداها. تجنبيها أرجوك. أنت لا تعلم كم أتمنى أن أحافظ على معرفتنا وصداقتنا، فقد إكراما لذلك الحب. أنا لم أحبك يوما. صدقني أتمنى ذلك من أعماق روحي. هل هذا ممكن لويس؟ لا لا لا، الآن ما من داع لأي جواب، بل أجبني في المرة القادمة التي ستجمعنا سويا. ما من مرة قادمة؟ قل لي أي استشارة تريدين. أريد استشارة؟ أجل طبعا، أحتاج لأن تنصحني بمحام معروف. ترى أتعرف الأستاذ أرمنتيروس؟ قليلا. تعتقده يصلح ليدير لي ثروتي؟ فهمت أنه في هذه البناية بالذات يتواجد مكتبه، تنصحني به؟ إنها بالتأكيد لم تعد. على الأرجح، ولكن لويس فرناندو لم يخبرني شيئا، آمل ألا يخفي ذلك عني. إن فعل ذلك عندها يجب التفكير بالسوء ماريا. يمكنني أن أصدق أي شيء إلا أن يتمكن سيد لويس فرناندو من النظر مجددا إلى تلك الشريرة. بكل الأحوال لا يمكنني أن أتهرب من الواقع. ثريا لم تعد أبدا بنية طيبة لوبي. لا تشك بذلك. أنا لا، بينما الآخرون يشكون. كم أود أن أشك أنا أيضا. ثم أود أن أفكر أن توبتها صادقة فعلا، لكنني لا أتوقع. ثريا جاءت لتؤذينا، وأنا لن أسمح لها بذلك. لن أسمح لها أن تؤذي أقاربي أو أن تؤذيني، لأني سأواجهها. إلى متى سنبقى واقفتين هنا جدتي؟ إلى أن تخرج تلك المرأة من البناية. لعلك استشبهت بها. لا تيتا لا، إنها هي. لكن من جدتي؟ حسنا حبيبتي، إنها قريبة بعيدة، لم تكن منذ مدة طويلة في مكسيكو. هيا ابنتي انتظريني في الكافيتيريا، أنا سأبقى هنا بانتظارها. أهلك قد خرجت، انتظريني. لا جدتي أرافقك. ثريا، هل أخبرتني ماذا تريدين من ملاحقة ابن لويس؟ ما تظنين أني جئت أرى لويس فرناندو عمتي فيكتوريا؟ وما تفعلين غير ذلك هنا؟ محامية مكتبه أيضا في هذه البناية. لكنك محقة، لقد جئت أرى لويس فرناندو، المرة الثالثة التي فيها أزوره. لا أظن أن لويس فرناندو استقبلك ثريا. كن واثقة أنه فعل، يبدو أنه الوحيد الذي سمح لي. إن لم تصدقي اسأليه هو، وسنتقابل مجددا لنتذكر ماضينا سوية. ومن هذه الحلوة؟ أهي ابنة لويس فرناندو؟ نعم سيدتي أنا ابنته. كم أنت رائعة، سررت لرؤيتك، تشرفت بمعرفتك عزيزتي بالإذن. جدتي أنا أعرف، لابد أن هذه المرأة هي التي رآها نانديتو في مكتب والدي، إنها كما وصفها ناندو. ولماذا تتكلم عن تذكر الماضي مع والدي؟ لأنها كانت حبيبته منذ مدة طويلة. حقا؟ هيا بنا سأتكلم مع والدك. ابقي هنا، سأتحدث على انفراد مع لويس فرناندو.
لما أنت هنا أمي؟ هل لا تلطفت وشرحت لي لماذا سمريت هكذا باستقبال ثريا؟ رأيتها للتو وقالت لي ذلك. لم أتمكن من تفاديها، لكن صدقيني لقد حاولت. تحاول الإيقاع بك مجددا بني، وهل ستتكلم عن هذه الزيارة مع ماريا؟ بالطبع سأفعل. بني عليك أن تحترس مع ثريا، ماريا ترى الحقد في وجهها، وأنا أيضا رأيت ذلك منذ قليل. ثريا عادت مستعدة لجعل حياتكما جحيماً.